طب انا معايا الكاتب الكبير استاذ عبد الرحيم كمال. مساء الخير يا استاذ. مساء النور يا استاذ رميس، كل سنه اهلا وحضرتك بيك طبعا. وانت طيب. ويعني توليفه صعبه قوي، الخير والشر ده مش موضوع سهل على الاطلاق. لا مش سهل، بس لما يبقى معانا نجوم كبار يعني بحجم دكتور يحيى فخراني، بحجم مدام هالة صدقي وحنان، ومخرج زي شادي الفخراني، يبقى الواحد النص بتاعه هيطلع في ابهى صوره وهيطلع حاجه إن جميله شاء الله. بتكتب يا رب. للدكتور يحيى بالذات يا أستاذ عبد الرحيم؟ لا انا بكتب حاجات الدكتور يحيى بيحبها. بس واضح إنه ما بيحبش غيرها، لأنه لو دايماً بكتب، يعني لو بكتب مخصوص مش هيحبها، لازم يكون عندي حاجه جديده هو محتاج يطلعها بشكل جديد، فده التلاقي اللي بيحصل. إيه اللي بيميز يحيى الفخراني في رأيك؟ الاحساس، إحساس الاحساس فعلاً المختلف العالي صحيح. اللي يقدر يطلع سلم الاحساس في لحظه لفوق، يعني دي موهبه كبيره قوي، ما ربنا يديمها. يعني أظن إن ده يعني في وسط الدراما الرمضانية والسباق بتبقى ساعات قلقان على المسلسل بتاعك، ولا مع يحيى الفخراني ونجوم زي هالة لا والله صدقي يعني ما ونبيل حلفاوي مش انا قلقان؟ الان ببقى الان وانا بكتب، لكن طول ما انا بكتب بصدق وكده وبحب يعني ببقى خلاص بقى سايبها على الله، يحصل اللي يحصل. القلق بيبقى في ان الفكره تكمل، ما دام اكتملت خلاص. وتحياتي لمدام هالة صدقي وحنان بضاوع، وكل سنه هم طيبين، وانت وانا مبسوط بالصحة وفخور والسلامة. ان هم مع ان انا معاهم يعني. وانت ربنا طيب، وانا سعيدة بالاتصال ده، ويعني بتوقع لهذا المسلسل انه فعلا يكون مسلسل مهم، واحنا يا سعداء رب على سي يا بي سي رب. وفخورين ان انتوا تكونوا معانا الحقيقة. الله يخليك، الله يعني يخليك، واحنا فخورين سعداء بجد ان كاست زي ده، حضرتك شادي، دكتور يحيى، هالة، حنان، يعني نبيل، استاذ نبيل حلفاوي. طبعا طبعا انا حلفاوي سعيدة طبعا طبعا شخصيا ان احنا في سي بي سي عندنا حصريا ونوس معانا على الشاشة. اشكرك يا سي بي استاذ. سي وشها حلو علينا، شكرا. ان شاء اشكرك الله يا اشكرك رب يا استاذ. باذن الله.